السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة كانال ام تي في. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس جديد في الاستعمال، كيفاش نانسيري واحد الاوديو عندي في لاباج ديالي اش تعمل. اول حاجة قبل ما ندخلو في لو كود، بالنسبة للنافيغاتور ما تيقبلوش كاع لي زوديو. كيف كتعرفوا كاينين بزاف ديال لي زوديو، بزاف ديال لي فورما ديال لي زوديو، ولكن فلاش تي ام ال عندي كيقبل فورما وحده اللي هي الام بي 3. اول حاجه كيف كتشوفوا معايا، انا ديجا ديكلاريت واحد لاباليز اوديو كيف كتشوفوا معايا، درتها ما بين اش 3 باش نعطيها واحد واحد لو تيتر. لاباليز اوديو كيف كتشوفوا، غندير لاباج ديالي و غنأكشواليزي، عطاني غير اوديو، مازال ما عطيتوش لو سورس ديال لو فيديو ديال الفيديو ديالي. غندخل لو كود ديالي، غنديكلاري واحد لاتريبي اس ار سي. اس ار سي كيفاش اس ار سي؟ كيف بحال الدرس اللي ديجا شفنا ديال الانسيرسيون ديماج، لو سورس ديما كلمة مختصرة لي السورس فين عندي الاوديو ديالي. بطبيعة الحال كيكون الاوديو ديما كيكون عندي في حدا لاباج ديالي. باغ اكزومبل انا داير واحد لو دوسي غنسميه اوديو، غنحط الاوديو ديالي هنا. ديجا حل الاوديو ديالي في اكزامبل، ندير ليه كوبي كولي. عندي الاوديو هنايا وانايا ديجا عيطت ليه، ما غاديش تقرا ليا حيت خصو يكون في ميم شومع. حيت الاوديو ديالي خصو يكون في ميم شومع مع النافيغاتور، مع لاباج ديالي. انا غادي نكري بعدا لو كود اس ار سي. عندي السميه ديال الاوديو ديالي باغ اكزومبل، انا هنايا اوديو غنغير السميه ديالو، دير ميوزيك. مكنش تغنوما حيت ديجا انا حلو في شي باج اخرى. ميوزيك كنجي الدوسي ديالي، اوديو سلاش، وكندير السميه ميوزيك .mp3. كان انرجستري، كنمشي لاباج ديالي وكان اكتواليزي، ما غيطلعش ليا الاوديو حيت انا ما ديكلاريتش واحد لو كود سامبل. كندير كونترولز، كان انرجستري، كنمشي لاباج ديالي، كان اكتواليزي اوتوماتيكمون. كيف كتلاحظوا معايا اعطاني واحد ليكتور باغ ديفو، هذا ديال النافيغاتور. باغ اكزومبل انا حليت لاباج ديالي في واحد النافيغاتور باغ اكزومبل موزيلا ولا اوبرا ولا سافاري، كيعطيني ليكتور ديفيرون. في الدروس الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش ندير ليكتور بيرسوناليزي بجافا سكريبت. دابا غادي نشوفو كيفاش شكون هما لي زاتريبي اللي عندي في لاباليز اوديو.
بيان سور كيف ديجا شفنا كاين الويدد. ويدد انا ما عندي لاش انني ندير لا موديفيكاسيون ديال لاطاي ديال هاد الليكتور هذا، حيت ديجا لاطاي ديالو باغ ديفو كتجي مزيانه، حيت الاوديو نورمالمون خص يكون ما ياخدش ليا لاسباس بزاف في لاباج ديالي، دونك ما كاين لاش. عندي واحد لوبسيون ديال اوتو بلاي. اوتو بلاي باغ اكزومبل انا ملي كان اكتواليزي باغ اكزومبل داك ليتيليزاتور اللي غيدخل لاباج ديالي، سو اوتوماتيكمون ملي يدخل لاباج خصو تقرا ليا الاوديو باغ ديفو، يعني اير يدخل خصو تطلق ليا الاوديو. اوتو بلاي هي اللي مسؤولة على هاد القضية هادي. وكاينه واحد لوبسيون اخرى سميتها لوب. لوب مسؤوله ليا على كيفاش باغ اكزومبل انا الاوديو ديالي وصل هنا، ملي كيسالي كيدير كيعاود يقرا ليا من جديد، كيعاود يقرا اوتوماتيكمون، كي كيف تنقولوا كيدير الروبلاي. اتريبيو لوب هو اللي مسؤول على هاد لوبسيون هادي. بالنسبه للديكلاراسيون ديال بالنسبه للديكلاراسيون ديالي ديال لي زوديو، هي كتكون على هاد الشكل هذا، يا اما كتكون بهذا الشكل هذا. كنجي كنديكلاري سوس نديرو سورس هنايا باش نقاد الكود ديالي يجي لا باليز سورس. كنجي كندير الاس ار سي ديالي هنا، هاد سورس علاش بعض المرات كتقدر تحتاجها، حيت باغ اكزومبل انا بغيت ندير بزاف ديال لي زوديو، بغيت ندير 3 ولا 4 ديال لي زوديو اوتوماتيكمون يكونوا عندي في لاباج ديالي، ولكن في لاباليز اوديو ملي كنجي كندير اس ار سي ما كيعطينيش، ميمكنش لي ندير بزاف ديال لي زر سي او ميم طون في ميم باليز. دونك كنجي كندير هنا ميوزيك، انا ما نعيدش عليه كاع من الدوسي ديالي، غادي نجي اوديو نيشان، نجي ندير اوديو بوان ام بي 3 و كنكوبي الكود ديالي. درتها بزاف و كان نقدر نكري بزاف ديال لي زوديو عندي في ميم باج ديالي. هذا هو الدرس ديالنا اليوم على لي زوديو، ان شاء الله في لي فيديو الجايين غادي نشوفو كيفاش نانسيريو ان فيديو وكيفاش نديرو عليه كيلكو موديفيكاسيون ونشوفو الحجم ديالو ولا بوزيسيون ديالو في لاباج. وشكرا.